كما ترون يا إخوان، يعني اللاعب إيبيك مضمون إن شاء الله، سوف نرى على ماذا حصلنا إن شاء الله. أوكي إخوان، باجيو، والله يا إخوان باجيو كما تلاحظون يا إخوان، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله. اكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة. السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع اليوم خاص بثغرة الحصول إن شاء الله على لاعب إيبيك من باكج الإيبيك الجديد إن شاء الله. ما عليكم سوى اتباع هذه الخطوات، وإن شاء الله يكون من نصيبكم لاعب هايلايت أو لاعب إيبيك إن شاء الله. يعني الثغرة سوف تزيد حظوظكم أكثر من 70%، يعني جربوا الثغرة ولن تخسروا أي شيء. المهم إخواني الكرام، يعني سوف ندخل مباشرة إلى خطوة ثغرتنا. أول خطوة الدخول عند بن ناصر مرتين هكذا، ثم نفس الشيء عند جندوزي كما ترون هكذا، نفس الشيء عند فيرغوسون، ثم مرة واحدة والإطلاع على إحصائية كوستيتش، ثم نفس الشيء عند زالويسكي. بعدها سوف ننتقل عند آخر لاعب موجود في الباكج هكذا مرة واحدة، ثم سوف نصعد فوق عند أول لاعب ألا وهو ريكارد ثلاث مرات هكذا إخوان، ثم سوف ننتقل عند باجيو مرتين هكذا والإطلاع على إحصائيته. ثم ثلاث مرات عند أمبروزيني، ثم مباشرة مع لينس والرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. كما ترون إخوان، يعني لعب هايلايت مضمون إن شاء الله، يعني لم نحصل على لاعب إيبيك ولكن لاعب هايلايت مضمون إن شاء الله. كما ترون إخوان، حصلنا على ميخين تاير أو ميخين تاريان كإخوان. اكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة.